فاطمة يا بيزيد. هو الطعام على أحسن ما يرام. بماذا نبدأ يا أبا يزيد؟ فأنا أحب المضروب. الله والمخلوط. والسائل ذو اللون المائل واللحم فوق العظم. قل بسم الله يا أبا يزيد. لذيذ خفيف على المعدة سهل الهضم. ماذا اللباس يا أبا يزيد؟ وهذا القماش كل هذا لك يا أبا يزيد؟ يا له من لباس رقيق أنيق لا يقتنيه إلا أكابر الناس. لا شك أنك اشتريته من حر مالي. نعم، الذي أودعتك إياه دون أن تكترث أو تبالي. عطور فاخرة وروائح نادرة، لا شك أنها مستوردة من بلاد متباعدة. لا يستعملها إلا كبار القوم. لما لا وقد استحللت مالي فور رحيلي. لا أظنني سارق أو محتال. نعم، فالسارق من السارق كما يقولون حلال. والآن بعد أن ملأت معدتي لابد أن أريح جثتي.
ما بك يا رجل؟ ألا تعرفني؟ ومن أين لي معرفتك يا حرامي؟ أنا صاحب الأمانة يا عديم الأمانة. ما هذا؟ تدخل بيتي، تنام في فراشي، تأكل طعامي، تعبث بثيابي وتدعي الأمانة؟ ما أنت إلا معتد أثيم وصارق زنيم، إلى القاضي أيها اللئيم. حرامي حرامي ولست محتال. أيها الناس تصرخ حرامي وأنت هو الحرامي. يا ناس القاضي هو مبتغي ومرادي. حرامي لست أثيم. حرامي يا ناس لست أثيم.